خد يا بقول لك يا زعيم. عند حضرتك انا شعور بالفرحه بوسط اهلي وناسي وكل الناس فرحانه زي ما حضرتك شايف. ونحن طبعا انا بصراحه يعني اتمنى من الله ان يدوم الفرحه علينا وعلى الجميع في الفرح وفي العيد وحلاوه الخروج، وكل الناس ربنا يفرحها ويفرج عنا كربنا وكرب كل الناس ان شاء الله.